السلام عليكم، معكم حليم العيدي، رئيس الجمعية المغربية للجيتكي لأكادير، اللي هي أكاديمية كاينة في شاطئ مدينة أكادير. اليوم قمنا بإمضاء بعض الاتفاقيات مع مجموعة من الفاعلين الرياضيين في المدينة، على رأسهم سي مصطفى يخلف اللي كيترأس نادي فاتحين زكان لألعاب القوى، وكذلك كانوا جمعيات رياضية أخرين أندية معروفة على الصعيد الجهوي. الحمد لله يعني الاتفاقيات جات من بعد واحد العمل طويل وواحد المبادره ديال السي مصطفى يخلف رئيس فاتحين زكان لألعاب القوى. هذا النادي هذا اللي كان عنده واحد التوهج كبير مؤخرا، وكذلك معروف على الصعيد الجهوي الوطني، معروف يعني في رياضه ألعاب القوى. الشباب اللي منخرطين مع النادي، الانشطه اللي كيقوم بها، الحمد لله يعني السي مصطفى يخلف واحد الفاعل جمعوي رياضي اللي معروف على صعيد الجهه، وجات منه هذه المبادره هذه ديال امضاء هذه الاتفاقيات، مجموعه من الاتفاقيات اللي كانت مع مجموعه من جمعيات رياضيه على صعيد الجهه وعلى مدينه اكادير. الهدف الرئيسي ديالها هو تطوير الرياضه بشكل عام، كذلك تشجيع على ممارسه الرياضه ديال الجيتكي والرياضات الاخرى، يعني بواحد المنظومه اللي غتكون ان شاء الله، واحد الاستراتيجيه اللي غنخدموا عليها مجموعين، باش يكون تكون الرياضه اكسيسيبل للشباب ديال المدينه والشباب ديال الجهه.